السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كتير جدا من الشباب والبنات في اليومين دول، هو موضوع تبييض الأسنان. هل يا ترى موضوع تبييض الأسنان هل هو مؤذي للأسنان زي ما بنسمع؟ هل هو مضر؟ يا ترى الأسنان بترجع بعدها على طول ولا بتقعد فترة طويلة؟ طب خلينا نشوف الموضوع، إن شاء الله سهل وبسيط مفيهوش أي مشاكل. تبييض الأسنان بشكل عام بيدي نتائج إيجابية للشخص اللي بيبيض أسنانه، بيدي ثقة بالنفس كويسة، بيدي شكل جمالي للفم والأسنان، بيدي شكل جمالي للابتسامة بصورة عامة. تبييض الأسنان فكرته فكرة بسيطة، في منه نوعين دولت اللي هم مشهورين اليومين دول اللي الناس كلهم بتعملوهم، يا إما نوع اسمه النوع الضوئي أو نوع منزلي. النوع الضوئي يعتبر نتائجه أحسن وأسرع وبيقعد فترة طويلة. النوع المنزلي يعني قد تكون الميزة الوحيدة اللي فيه ان تكاليفه قليلة، ولكن يعني ايه ما بيقعدش فترة طويلة زي، ونتائجه ما هيش مش قوية قوي زي التبييض الضوئي. الموضوع ما فيش فيه اي مشاكل او اي اعراض جانبية اذا تم استخدامه بالصورة المثالية او الصورة الصحيحة، ولكن في بعض التعليمات قبل التبييض وتعليمات بعد التبييض لازم المريض يتبعها كويس عشان يوصل لاحسن نتيجة. طيب سريعا كده، ايه التعليمات اللي قبل التبييض؟ طبعا لازم نتأكد كويس قوي ان ما فيش اي نوع من انواع الترسبات الجيرية حوالين الاسنان، لان هي بتقل تأثير مادة التبييض. حاجة تانية المهمة، لازم نتأكد انه ما فيش اي تسوس في بشكل ظاهر في الاسنان، وحتى لو كان في تسوس لازم يتعالج قبل عملية التبييض. خلاص انت رتبت الامور ورايح تعمل التبييض وعملت التبييض وان شاء الله تكون نتيجة كويسة. طب ايه التعليمات بقى بعد التبييض؟ يفضل ان انت طبعا تحافظ على اسنانك من المواد اللي بتكسب السنان صبغة. ما بقولش تمنعها، ولكن تقللها على قد ما تقدر. لازم تقلل من شرب الشاي، تقلل من شرب القهوة، تقلل من شرب المشروبات الغازية الملونة. الحاجات ديت مش هتصفر لك السنان تاني، ولكن يعني هتقلل من تأثير التبييض اللي انت حصلت عليه. موضوع تاني مهم قوي طبعا، بعد تبييض الأسنان يفضل ان انت تعتني بأسنانك بشكل كويس، تحافظ عليها، تغسلها، تعمل لها براشنج باستمرار، ويعني ان شاء الله تكون نتيجة كويسة. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات، وان شاء الله نشوفكم على صحة وابتسامة سعيدة ان شاء الله.